الثاني 8 ونص ديال الصباح، 8 ونص الصباح غادي نترينيو. 8 ونص انت جاي معطل. علاش بحال بغيتي تكون مع 7؟ وقفت عليك انا مع 7 ونص. المشكل ماشي هي 8 ونص دابا ولا 7 ونص، المشكل انا غادي نضربو في خاض مع 8 ونص ديال الصباح. 8 ونص الصباح غادي نضربو في خاض وفين في محمديه. اوكي قبل اتس اونلي رايت عشيري باش نديرو واحد فلاش باك 2018 2017. جايز اخويا جايز اخويا عشيري خل كيزي ارد الدراس تقدرش تدخل تلعب ماتش بلا ما تضرب تشوني. خلا دي جي كانت شي يقول لهم الناظروا وفينك؟ احنا وصلنا تمرق بينا انت يا الكوتش اللي غيت لي بينا في خاد اليوم. اوكي حقه فطور صح في المفاطره الدراري، هادشي كامل بسبب ديزي دروف. قال لك 8 ديال اللعيبه اللي عندك، هذه دونات بروتيني مع ثلاث قهوه عند سبارتا نوتريشن. خو فين الدونات ديالك انت؟ قد ذا شير اوت السلاح ماشي غير اشهار جاي واجد باري سويلي جود اخي. كي جاتك بروجو واعر ولكن يدر ما كان فيهش الفخار. وي نيد بريكفاست خصنا البيض اخويا البيض البيض والكوتش حيت انت عزيز عليا واش واش قلت حشمش والله ما كنحشمش تقدر تشري لك مع راسك شويه هكا هكا تبان لك هكا شوف الكرام ديال البروجي هناك دراري جينا للمحمدية احنا في بروجي نبداو فين غنضربو في الخاط. دابا هاد البلون هذا هاد البلان ديال انجيو محمدية ونضربو في الخاط هنا في الصباح كدير ديزي دروس ديزي ديز قال لنا غنفطروا وغنريحوا غنضربوا بري ورك اوت وغنترينيو. جينا حنا دابا الدراري ما واكلينش ما فاطرين ما والو وغنضربوا في خاط. بلاتي بلاتي نسيت شي اهم نقطه اللي هي شي فيدا جابنا من الطريق الساحليه. باش فيدا طولنا الطريق مي خصنا ناكلو سانسير مو فين ناكلو ناكلو دابا نمشيو للبونس نضربوا شي احسن فطور وعاد نمشيو. كيعرفوك قلت لي كيعرفوك فابور كاين المشكل ما كاينش فابور كنخلص. المهم الدراري غنمشيو قصيو الاول ومن بعد غنمشيو نضربوا في خاط. دابا انا الفطور ديال السي عمر خويا السي عمر تقدر تبريزونتي لنا الفطور ديالك شنو اختي؟ بريزونتي ديال الشوميجه صاحبي في البيض والخص مي بالبيض شنو كتبت بفلاكار اوف خوماج. You know what they call cheese in Paris? Also, you know what they call cheese in Paris? What they call it? Le fromage. البيض اوف خوماج. دراري شوف كاملين فاطرين نفس الفطور. الاختلاف كيف الفرماج؟ سي في الدر. خويا عندي واحد السؤال. Small things that make me happy. بغيتي نعرف شنو هما؟ Name me three things. Name you three things اخي. شوف سي ذا فاملي دوينغ جود هذه اول حاجه. ثاني حاجه سيونس مع العشران فهمتيني لونترينمون مع العشران كذا. البحر اي حاجه في البحر نعوم في البحر نتريني في البحر نتمشى في البحر. دونك هاد ثلاث الحوايج هادو ميكس مي هابي اخي. انت ما عرفتش السؤال. استنى عندي واحد السؤال اخر. امتى الالبوم الصار؟ تعطلنا بزاف حشي تعطلنا بزاف اخويا. كندوي على البودكاست الدراري راهو بودكاست 2.0 نرجعو عاوتاني. اللين ديال لاشين غتلقاو في الديسكريبسيون. تابوناو تسناو اول حلقه غادي نبلبلو هاد العام عاوتاني. امتى الالبوم الصار؟ مشى دور لا ميم شوز لا ديفيرونس اللي كاينه هو لو فخوماج. ان فخوماج هما عندهم لي فخوماج هما خدوا لي فخوماج انا خدت لو فخوماج. حجي اومليت اللي خرج من جماعه الشيطان ان فخوماج او واش هادو غتاكلهم ولا غير ديكور؟ نقدر نقصيهم في الصباح ولكن في الداد ولا يصلح لينا شنو هما المفيد. في الداد فاش كاين في هذوك خصيصات سلطات تدوي ما عندوش جواب حيت كاين في عفوه دوك وحجي عليا واعره واعره كل في فيبر ديالك سالينا اللي كنكون مع العشران اللي كنكون مع العشران ايا وكابري وصل الغابة ضرب الجرح صافي تقاش غنصر والي دراجة من الفجر دا ما كاينش لا في قلب خاسها بحال شهر بغيت رضا الله والواليد عايز بوحالي رضا القصر واش رضا بينا القبر واش قبل لينا البحر. داري عندنا 45 مينوت خصنا نترينو فيها في خاط مزيان. اول اكزيرسيس شنو؟ غنمشيو ليك اكستنشن. اكستنشن اول حاجه ليك اكستنشن نخدمو فيها الدغوا في مورال ناضي وغنخدمو بواحد الطريقه اللي فريمون زوينه ونماكسيميزيو فيه السترينت ديالك. روا عمر مخبي خبي سولو على الله الله جولي ضرب لما قلت لنا وربي غيغفر لينا نصبر كيفاش باغي تربي مغار باش ما كتعرفش كيفاش تهدر او اي تازرك بحال كتلعب في النص كتهرب هذاك ما كتصنى كتهدر بحال كتصنع في النص كنت اصلا ما انا كاع ما مصنى اللي كنكون مع العشران اللي كنكون مع العشران اي اي او كابري وصل الغابة الضرب والجرح صافي تقاش غنصر والي دراجة من الفجر دا ما كاينش لا في قلب خاسها بحال شهر بغيت رضا الله والواليد عايش بوحالي رضا القصر واش رضا بينا القبر واش قبل لينا البحر المغرب ديالنا احسن بلاد والله جو لينا رم لما قلب جانا وربي غيغفر لينا نصبر عمر خصنا نبارطاجيو شويه ادفايسز مع الدراري سوا لي فان ديالك سوا لي فان ديال الجينز. دابا انت ولدك
كيكبر شنو اكثر حوايج اللي تقدر تصحو بهم وترد ليه البال فيهم وهو كيكبر؟ على حساب عاوتاني فين كتكبر. ولدك الا كان كيكبر في المغرب ماشي بحال كيكبر برا. انا عندي عاوتاني نصائح اخرين اللي غنعطيهم ولدي. شوف عطيك انا نصيحه واحده اللي تقدر تنفع الماكسيموم ديال الدراري اللي كيتفرجوا فينا اللي هما فلاش ديالنا شويه كبار شويه صغار. حاول ما تفقدش التركيز في الحياه. انت كراجل خصك تفيق كل صباع يكون عندك هدف وتبقى مركز عليه. ما تفقدش التركيز وما تخلي حتى حاجه تفقدك التركيز. لا صحابي لا ساطا لا بلانات لا نخرجوا لا عندك شي هدف في الحياه بغيت دير دار تبقى مركز كل صباح. ديسيبليني ديسيبليني تفيق كل صباح الله يفصحك كتجي تريني اي اونطريمون اي رياضه كدير المهم ان شاء الله بصحتك تبقى مركز. عندك باغي دير طوموبيل باغي تخرج على برا تقرا باغي دير عائله خليك مركز ولكن ايموشنالمون ما تعلق حتى شي حاجه اللي غتفقدك التركيز. بزاف لي جون كتجيهم ديك اللعيبه ديال الفرصه انهم شي يكمل قرايته على برا ويكبر الكارير ديالو ولا يبقى صابر مع شي ساطا اللي كان كيبغيها من الصغر وكذا. شنو هو احسن اختيار؟ سير تقرا برا. سير الا كان اجل هنا الا كانت ديالك غتسناك حتى ترجع شو ولا ما كانتش راك قريتي ودرتي حياتك الله يسهل عليك. دونك احسن اوبسيون هي سير تقرا وكمل حياتك ما تسناش الساطا. شوف حسد اسم زيانة ولكن وان تينغ ما غتزقلش منه. انا راه 5 سنين وانا تندوبي. شكون انت؟ واي كنتيش عارف هاد اللعبه؟ لا جديد هاد اللعبه. لكن شوف دوبي الحلاقه مين كويشن اخي عمر. يس عندي لك واحد لاكيستيون متعلقه بالموسيقى واخا انت ماشي عليك نسولك في الموسيقى. ستورمي وكليماند عطيني جوج تروابا مغاربه اللي لقيتها راسك اللي لقيت راسك كتمسك لهم مؤخرا. سميتو ستورمي. عندي ميكرو 10 هذا. يا صافي ستورمي وكليماندو. كليماندو ما عرفتوش دونك غندوزو شي تراك ديالو هنايا. شبيبه ناشطه كوم دابيتود 14 في الهاشتاغ تمسكوا ليه قود اوكي. ستورمي بلا ما نهضر عليه. ستورمي خويا شي حصه ان شاء الله قريب. ليك نكون ملزان عمر. يس واحد الله انا خيضرني في راسي وصراحه اليوم غادي تجاوبني عليه. شنو اللي خلاك تثق في راسك بان واخا تخبر مده ومتلوحش موسيقى متلوحش حتى شي حاجه تخبرتها على السوشيال ميديا ولكن تبان مره موسيقى واعره ولا فيتشرينغ واعر واخا يكونوا غير تراكات ومع ذلك كتبقى البوبليك ديالك باقي كيتسناك وباقي بنادم متعطش انه يسمع شنو عندك. شنو اللي خلاك تثق في راسك وتقول بان هذا البلان هذا غنتبعو وغادي يصدق ليا؟ باسكو كنشوفوا بزاف ديال الارتيست سواء في المغرب سواء برا المغرب اللي كيبغيو يتبعوا التكنيك ديال انني نخبر ونبان مره وما كتصدقش ليه وكيضيع البوبليك ديالو كامل. That's cuz I'm the goat baby. That's me. هذا هو الحاجة. ثاني حاجة الثقة في المنتوج اخويا. كواليتي اوفر كوانتيتي انت راك عارف العباد. ولكن راه ماشي زعما انت فاش سولتي صورتي على اساس انها تكنيك بحال انا عندي الموسيقى ومخبيها جالس فوق منها ومبغيش نخرج. غير بروجيات اللي تقال كياخذوا وقت. والالبوم بقى كيبدل الجلدة كل عامين لان الموسيقى كتبدل كتولي حاجة جديدة كل مرة دونك خصنا نتأدبطو معاها باش تحاول تخرج ان برودوي كلين يونيك شي حاجة اللي تايمليس كاز ذاتس وات ام اباوت اخويا. انا مبغيتش نخرج موسيقى غير باش نخرج شي حاجة اللي تعيش بزاف. اونتر طون راه تنديرو لعيبات اخرين باش نعمرو الفريقو
هذاك الشيء ما محسوبش. هو يمشى الالبوم تخرج من الطوموبيل دابا باش نعمر لي من. وبالنسبه لشي واحد اللي خدام على شي لعيبه وباقي الجول شويه بعيد، شنو هما ثلاث الحوايج اللي خصو يتبع باش يقدر يحقق داك الجول ديالو؟ بحال انت مثلا لا سي خدام على الالبوم، شنو هما ثلاث الحوايج اللي متبع باش انك تقدر تحقق الالبوم اللي باغي نتاعك؟ وهذه كتشال اي واحد باغي يوصل لشي جول في شي حاجه. في الموسيقى خصك تكون كونسيستون، وكما قلت لك قبيله ما تفقدش التركيز في الموسيقى. الدراري كيفقدوا بعض المرات التركيز لانهم فاش يخرجوا بروجيات اخرين اللي كيخدموا مزيان في المارشي تيتاثروا بهم وتيوليو باغيين يديروا بحالهم، ما تيبقاش يعرف شنو يدير. بنادم يكون كونسيستون ويكون عارف راسو فين غادي ويكون عارف لا سيبل ديالو. الا كان من ديبار باغي يبقى نيش وكيدير ستيل واحد باش يبقاو يصفقوا ليه نفس الكاتيجوري ديال الفولورز، خصو غير اوني فهمتيني اسيوم وبقى غادي فيها وما تقولش انا باغي نوصل للبوبليك ديال الاخر، لانك انت اللي عزلتي البوبليك ديالك من الاول. شي واحد اخر اللي باغي لارج بوبليك وباغي توشي كل شيء خصك تعرف كيفاش ديرها وتقيس هنا وهنا وهنا، وما تسمعش لهذاك البوبليك اللي يقول لك لا تبدلتي علينا. از لونغ از انت كديرها من القلب وعاجبك انت تقبيه غتوشي بها واحد اخر. با شوف باخر مطاف باش نكونوا واقعيين عاوتاني، الموسيقى راهي عندك يا ما عندكش، راه كلشي غيبغي يدير الموسيقى وكلشي غادي يسمعوه واحد عشرانو غيسفقوا ليه كذا، ولكن فاش كتبدا تكبر بنادم كيبدا يعطيك القاصح تيقول لك واش عجبتينا ولا ما عجبتيناش، جربتي المره الاولى والثانيه والثالثه وجاك فيدباك اللي ماشي مزيان عرف راسك راك ماشي واخا عزيز عليك الموسيقى راك ماقدرتي تعطي فيها، تقدر تلقى شي حاجه اخرى اللي في الدومين ديال الموسيقى تقدر تعطي فيها. ماشي ضروري تكون تراب، ماشي ضروري ترابي، تقدر تتعلم، تقدر يكون عندك موهبه اكثر في البرودكشن، تقدر يكون عندك موهبه اكثر في انك تهضر على الراب ودير مثلا شي شان ديال الرياكسيون. ولا لاحظتي في ميريكان دابا لي بودكاست الواعرين في الراب مثلا شكون كتلقى مديرين روابا اكسترا روابا اللي الكاريير ديالهم في الراب ما نجحش yes. وكيقلبوا بودكاست بحال داك جيلي والو جيلي اند والو ونوري في درينك تشامبس كاملين الراب صافي جربتي ما صدقش، تقدر دير حاجه اخرى اللي تدخل بها فلوس اكثر، راسينا ودي كونترا بمليونز اوف دولارز اخي اكثر من روابا اللي كيغني. خصك تلقى البوان فور ديالك فهمتيني، الحاجه اللي كترجع فيها. انا اليوم الا بغيت نحبس الراب ونقيس راسي ولا عارف راسي ان عندي مثلا دي تكنيك ولا كاباسيتي باش انني نهضر مع بنادم وندير مثلا شي كونسيبت ديال كنحلل فيه شنو واقع، ولا نهضروا على البارز، ولا نبقى ندير دي انترفيو مع روابا نهضر معاهم كنعرف كيفاش نسولهم كنعرف كيفاش كاري اوت فهمتيني شي انترفيو كونتينيو زوين غنمشي نديرها فهمتيني. خصك تكون عارف راسك نتايا شنو البوان فور ديالك، بحال الكره انت الكاليتي ديالك فاش كتلعب كتعرف راسك انك كتعطي في الديفونس اكثر من لاطاك، علاش غتمشي تلعب في لاطاك؟ واش بقالي عارف راسك الديفونس عارف راسك قول مزيان غتبقى قول لاطاكو ماشي احسن منك لاطاكو بحالك غير هو عنده ابيليتيز اخرين. صدبة هذه في الموسيقى ولكن ان جينيرو المتابره كما قلتي كونسيستنسي ديسيبلين وتكون تيقف داكشي اللي كدير ديسيبلين والتركيز انك ما حيت كاين بزاف ديال حنا عايشين دابا في واحد العالم فيه بزاف ديستراكشن، فيه بزاف ديال الحوايج اللي كيفقدوك التركيز. ساهل انك تبقى شاد التليفون تبقى طالع هابط في تيك توك ولا في انستغرام ولا في فيسبوك وكتضيع ساعه وساعتين وثلاثه السوايع. ركز اشيري ركز شفتو في هاد لاج ديال من 20 ل 40 خصك تكون بنيتي حياتك سدينا فهمتي، خصك تركز مزيان هادشي هادشي فهمتيني هادشي كيضيع لك الوقت وهادشي هنايا تعلمناه بوحدنا فهمتيني. ما تنقولش لك حنايا فقنا عارفين سكول اوف لايف اخي فهمتيني. نقلب على لي سورس موتيفاسيون اللي كيخليوك تنوض تبغي تخدم، واش واحد اللي كيعكزك الشطابه اخويا. وتا البوستر والماروز اللي كتبع حياتك تا هما كيلعبوا دور كبير. انا الناس اللي تاخذ قدوه في الحياه سواء سيليبريتي وكذا يكونوا ناس فهمتيني اللي عندهم دي كاليتي واعرين فهمتي، ماشي تبع ليا لا تسي شي سيليبريتي هيز لايف ستايل از فاكت اب فهمتي. هذيك راه غالبا يو ويل جو ذا رونغ واي. حتى الرول مارز اللي يكون عندك في حياتك خصهم يكونوا واحد الناس اللي كيموتيفيوك انك تكون انت انسان افضل. يا شو وداك البوست ورك اوت تاع شيري فكرتي فين دابا عندي السيلار كليتوه؟ راه عندك واحد في الجيبه طايله لا ودي لا واه طايله عطاك واحد كانوا جوج انا صاحبي كليتهم جوج لا حتى واحد كاين واحد كاين واحد صاحبي بغيت تحيد ليا ديالي ماشي بغيت تحيدهم بغينا صوفي ولا سيتياسيون صافي ربي ما نموتوش او شيت. ايوا هذا الاشهار يقدم لكم من طرف في الدار الله يسموك شي بو نمشي دونا كتزوج دونا؟ اه ديك الدار لا ما بغيتش كنت غتشد في كامل
منين خدتي هاد الدونات اخويا؟ هذا اخويا جبت ليا خالتي من طاليان.